يا صباح الجمال والحل. ايش 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 هاللبس المكسيكي مكسيكي على هولندي على مش عارف ايش ايش هذا؟ في حدا بلبس فستان على اشي تحتي. ايش هو هذا؟ ايه ايش هو حاطه ورقة شمس كأنك. ايوه صباح الخير. وين يا مسهل؟ وين؟ مزرعة. يوم سعيد نتمناه لكم إن شاء الله مع العائلة الجميلة. اليوم لأول مرة العائلة بدها تتجمع من سنين، كل العائلة بلا استثناء إن شاء الله. أول الواصلين والمنتظرين. صباحو صباح الخير. هلا سمعة. يلا تعال. مين تعال؟ الأطفال الحلوين يطلعوا معاك؟ يلا تعال. تروحوا معاهم اسماعيل؟ تعال. الآن عملية تبادل. تعال. إيش يا سيد؟ إحنا ما شفناك صباح الخير. خطفتك. خلاص. وين رايح؟ البطل بعدين بجهز حاله للسباحة. يقول لك اليوم بدي نط راس في العقبة يطلع في جدة. الله أكبر. الله أكبر. إذا الحكي صحيح. الله أكبر. فارس مع مين رايح؟ فارس هوي أصلا. عم اسماعيل. مع مين؟ عم اسماعيل. هاوي بطل. سؤال، بتحب عم اسماعيل؟ بسم الله توكلنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليليان إيش اللي معك هذا؟ سندويشات. وين جوان ومريومة؟ وينهم بينوا؟ أيوة. جاهزين؟ جاهزين. كيف اليوم حتكون الفقرات والفعاليات؟ السلام عليكم. الله يعطيك العافية. سلامات. بسم الله ما شاء الله. طيب ديري بالك يا بابا. الحمد لله على السلامة. وين رايح انت؟ هي كنان وين رايح؟ وينك فرفود؟ فرفود يا سنفور. تعالوا. رابع الواصلين. هلا بالحلوين. الحمد لله على السلامة. هلا يا هلا. صلاح الدين. هاي مريومة لقيت أبوها. عمو أيوب أبو مريومة. أهلا مريومة. شو عندنا ولا ما بابا؟ الحمد لله على السلامة أبو صلاح الدين. سلمكم. أخوي الكبير. والله إسماعيل أخوي الصغير. ميت وردة. هات كفك. يا هلا يا هلا. وميت نصف. محمد أخوي اللي أكبر مني مباشرة ولا أصغر من أيوب. كفك. الحمد لله على السلامة. نورتونا. وصلنا. يلا في سيارة برا وصلت. استنوا يا جماعة. استنوا. احنا بننتظر اخر الواصلين يا الربع. اخر الواصلين. طبعا يا جماعة رحلة ما فيها اكشن ما بزبط. بلش الاكشن. السيارة الاخيرة اللي واصلة علقت. لقد تعلقت. ليش؟ لانه المكان مرتفع. تعالوا نشوف شو الموضوع. يا هلا. سلام ورحمة الله وبركاته. هذه حلاوتها. هاي السيارة نزلت. بسم الله. يلا ان شاء الله بتطلع باذن الله. ما في مشكلة. استنى الانقاذ الاول راح، الانقاذ الثاني يجي. ثاني فرقة انقاذ وصلت الان. يا جماعة بعد ما نشوف فريقنا الحمد لله طلعناها. يعطيكم العافية جميعا. ما طلعت سيارة حالها. ما حدا لمس. مين؟ ما حدا. إذا بركات ربنا. والله بسم الله. هيدي الله. الآن نشوف الألماني هل يستطيع أن يصعد هذه الطلعة أم لا. خلينا نشوف التحدي الآن. الآن التحدي. بسم الله. ركبت التبتراني. روح. بسم الله توكلنا على الله. الله أكبر. يا ابو عمالك يا ابو ابوي بلش رش المي. يلا نكمل عاد. تعالوا السباحه. روحها الى الهواء. الهواء بلعب بالشعرات. يا حبيبي اذا الحكي صحيح. يا حبيبي. ايوه بروز البطل. كفو يا الذئب. يا
ايش برهوم؟ ها يلا 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 طلع زيك لورا طلع زيك لورا يلا يلا طلع صوت 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 اقوى. انني ادرب الصغار. الله يعطيك العافيه. حتى يصبحوا كبار. الله يعطيك العافيه. حلوة فارس. طيب. الان حركه ثانيه حركه ثانيه. 2 1 2 شجعوا شجعوا يا اولاد. أيوب المركز الأول مبارك أيوب. معانا الآن أصغر وأكبر شخص في عائلتنا الكريمة. فرح مولانا الشيخ السلاوي. وفرح إبراهيم السلاوي. آخر حفيدي يا أبوي. نعم والحمد لله إن شاء الله الله عز وجل يعطينا وإسماعيل يعطي الذرية الصالحة إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب. إيش هذا القهف؟ لا بابا لا. لولو ايش هذا الكهف؟ مغار. يرحمك الله يرحمك الله. الله ديري بالك ديري بالك قلت لك ديري بالك ديري بالك. لا كنان لا خليك واقف هون اوكي بس تنزل. لا صلاح الدين جنين عمروس فارس وينك انت؟ تعال تعال كحكحة الضحكات تعال. بابا هاي مغارة بابا مغارة بس مو حقيقية. أعطيني شوت ارمي لي أشوف. ارمي لك هذا كنان المشاكس. الله 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 يييييي شوي 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 والله لا مخطط تصوير ولا غيره. جيت لقيتها بتصلي الله يرضى عليها ويسعدها حتى بالرحلة مش ناسية الصلاة. هاي السولة لولو أكيد جوج طبعا صلت بس يعني هيك شغلات هيك مناسبات ما بننسى نصلي. أما تفضل يا عسل كيف أمورك؟ وضع السباحة بارد المي بارد بارد يا بابا مو لازم هيك عشان تتنشط لله. شو وضع الشواء؟ حلو. ها؟ حلو حلو. انت بابا ايش اكثر شيء بتحبي الصراحه؟ انا كباب. كباب؟ بابا. ايش ايها السباح الماهر والسب والله بدنا جوع. يلا بدنا والله استنوا بابا استنى حبايبي استنى استنوا انا مش عارف اسبح من اسمع في هناك تحت الكباب صار جاهز والاشياء. يلا روح 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 ورجعنا انا وليليان لحرب البلالين اللي لازم يكون دائما في كل مكان. شوف هون في هلا سبع بلالين ثلاثه صغار. تفضل ايش بدك بنتي؟ شروط المسابقه ممنوع نضرب على وين الراس تمام. اللي بيفوز اكثر اللي عنده سبات اكثر باخذ هذا الاخير. يلا تعال ارمي هون ارمي 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 هون. يلا جاهزه نبدا ترمي ولا ارمي؟ واحده واحد اثنين
ايش يا لولو؟ بابا كل مرة بنطلع فيها رحلة أو ترشدوا لازم تعمل كنافة. بابا الكنافة سر نجاح الرحلة يا بابا. هلا بتشوفي كيف ختامها مسك مع الليل والفيو الجميل. لازم يكون في كنافة. جاهزة؟ جاهزة. يلا تعال نشوفها. ايش الرجة؟ يلا. سوت الكنافة؟ بسم الله جاهزة للقلب؟ يلبها؟ بسم الله يا الرحيم. يلا عطونا نشيلها نرفعها عشان نشوف كيف وضعها. عطونا نشيلها نشوف كيف وضعها. بسم الله جاهزين؟ متحمسين؟ بسم الله ما شاء الله. ايه بابا حامي 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 حامي. ايش الفن هذا؟ يا ما شاء الله. لا ما شاء الله. ايه يلا تعالوا على القطر والتقطيع. يلا بسم الله. مين متحمس ياكل كنافه؟ انا ان شاء الله. ايها الجد العزيز بسم الله. والله يعني كنافه والا فلا ابراهيم صاحب كنافه درجه اولى. الله عليك. والله يا ابو شهد عليك استموديك شهد شهادة نعتز بها. جوانو ليليان شو يا جوجو بابا كيف الختام؟ حلو. ختامها كنافة؟ نعم ختامها كنافة؟ نعم. الله يرضى عليكم جميعا انبسطنا فيكم. صحة وألف عافية. ليليان وين كنافتك بابا؟ ليش؟ ما بحب يا عملي ما أكل راحت عليه. إحنا هيك بنكون خلصنا يومنا مع هذه الكنافة الطيبة بهذا المكان الجميل والناس الأروع. جوان اللي ايش بتحبوا تحكوا؟ ايش بتحبوا اخر شيء تحكوه؟ اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والى اللقاء. احلى الى اللقاء منكم جميعا.